يقول: ما حكم السجود على الطاقية التي تغطي الجبهة إذا كان إنه إن المكان حار ولا في حصى ويحتاج إلى وقاية؟ لا بأس، طاقية وغيرها. أما إذا كان المكان ما فيه شيء يؤذي، كونه يباشر المصلى بجبهته أفضل، أفضل مباشرة المصلى بجبهته أفضل من أنه يجعل حائل بينه وبين المصلى، إلا إذا كان يتأذى، المكان حار ولا فيه حصى ولا فيه شوك فيضع وقاية. كان الصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فإذا لم يستطيعوا السجود على الأرض من حر الشمس يضعون شيئا يقيهم من حر الشمس.